عندما يصدقون بهذه الحقيقة سيصدقون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما يصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني صدقوا بالإسلام وبرب الإسلام. أما لو بقينا على الأخذ بالحرفية التي يطلب منا المخالفون لنا في الرأي أن نتمسك بها، هذا يعني أننا لن نكون بذلك قد طمسنا على آيات كثيرة تشهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما أيضا سوف يتهم الإسلام بالخرافة، ونكون نحن من الذين شاركنا في أن نمنع أو نحجب الدلائل الإعجازية في نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنصر الإسلام من خلال تصديق العالم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم كنا قد بقي معيار أخير. نعم. إذا سمحت لي معيار أخير يؤكد لماذا يجب أن نأخذ بهذا التفسير وليس بذاك. بما أن التفسير الحرفي يكرس خرافة هذه الروايات ويطمس المعالم الإعجازية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يتناقض مع تعليم قرآني يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن السؤال أي القولين أحسن؟ القول الذي يبين بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خرافة لا يقبلها العقل ويطمس على الآيات، أم القول الذي يؤدي بالناس يدعوهم إلى الله ويجعلهم يصدقون بوجوده وبرسالة رسوله؟ والدليل بأن هذا هو القول الأحسن أن القرآن ذاته فسر ما معنى القول الأحسن. أعيد الآية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي آية أخرى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي أن القول الذي يكون من شأنه أن يدعو إلى الله لا يدعو إلى الخرافة لا يكرس هو أحسن قولين الذي أمرنا الله الأخذ به. لكن يعني هنالك نقطة مهمة في الموضوع، قد يقول بعض الناس وقد قيل بأن الدجال لم يذكر في القرآن الكريم ما أهميته، ويصرون ويقولون بأنه يعني إذا تفحصنا القرآن الكريم فلن نجد ذكر للدجال. هل ترى أن هذا القول هو قول صحيح؟ يعني هل بالفعل القرآن الكريم لم يتحدث عن هذا الموضوع، ما أنه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن العشر الأوائل تتحدث عن هذا عن الدجال ومن أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم فهما للقرآن الكريم، بالإضافة إلى الآية الأخرى التي يعني لو تفضلتم بذكرها والمتعلقة في بآيات الله التي تؤكد بأن الدجال قد ذكر ولكنه لم يذكر بالطريقة المباشرة وإنما بتأويل الرسول صلى الله عليه وسلم لنص القرآني. أنت تقصد بأن الآية التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هناك آية في القرآن الكريم يقول فيها الله عز وجل فهل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نجد أن هذه الآية مفسرة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الدجال، حيث يقول ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انشغل بموضوع الدجال شغلا عظيما، يعني نلاحظ أنه كان يذكر دائما في كل صلاة يقول اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، يعني نلاحظ أنه قد كرر هذا الكلام دائما، يعني لم يغب موضوع الدجال عن باله لكي يغيب أو لكي يهمش بالنسبة للآخرين، إضافة إلى كل ما ذكرتم وذكرنا حول أن هذا الموضوع هو موضوع هناك أهمية خارقة جدا تتعلق بالإيمان بظهوره، لأنه يستلزم الإيمان التصديق بظهور الدجال يجعل المسلمين في حالة ترقب وانتظار الإمام الموعود، لأنه بحسب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسيح الموعود عليه السلام الإمام الموعود سوف يظهر في زمن الدجال ليقضي عليه، وكما تبين عملية القضاء على الدجال لن تكون بالقتال
لأن الحديث قال فأنا حجيج دونكم. يعني يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأنا حجيج دونكم، وبين بعد ذلك بأن كل إنسان مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، بتعلم هذه الحجة. نعم، بتعلم هذه الحجة، وقال والله خليفتي على كل مسلم، بمعنى أنه قد دعا لكل المسلمين بأن يلهمهم الله الحجة والبيان والبرهان فيما يخص هذا الموضوع. نلاحظ يعني طبعا ما ذكر من أحاديث، هنالك الكثير جدا من الأحاديث الأخرى التي يمكن تبينها والاطلاع عليها، ندعو الإخوة المشاهدين فقط إلى العودة إليها ومحاولة فهمها. وفقا لهذا السياق سيجدون الكثير من الكنوز، وسيجدون بأن يعني أفهامهم قد انفتحت وانفتح في 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 عقولهم باب عظيم يعني جدا. مثلا نعم هذا الحديث نعم أنه يتناول الطير من السماء أو من الجو. نعم، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عملية أن تصطاد طيرا من السماء لم تكن واردة. نعم، أبدا. أما الآن فبالإمكان بالبندقية. أما يشويه في الشمس، نحن نقول مثلا شوى الدجاجة على الكهرباء أو شواها على الغاز. نعم، من المعروف أن الآن صناعة المواقد التي تعمل بالطاقة الشمسية، تحويل الطاقة الشمسية لطاقة حرارية، يمكن أن نقول ببساطة بأنه شوية في الشمس. نعم، وهكذا يعني بإعجاز خارق. نعم، نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رسم معالم هذا العصر كاملا ليبين لنا عدوا. نعم، هائلا، و أن زمنه زمن الإمام الموعود، لكي نستطيع أن نتبين هذا الزمن. وعندما نسمع بدعوة أن الإمام الموعود قد ظهر، أن نسارع ونبادر نسابق الناس إلى قبولها ودراسة البراهين. نعم، لكن هنالك نقطة يعني كنا قد أجلناها، هي تمعن فهم موضوع الدجال، وهي في ما يتعلق برؤية تميم الداري التي سر بها الرسول. نعم، صلى الله عليه وسلم، لأنها تتميز عن غيرها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها تضع أدلة مادية لوجود هذا الدجال، وفعل سيجد أثرا على بعض المواقع. حبذا لو استعرضتم هذه الآية، وحبذا لو نظر المشاهدون بالفعل ورأوا هل هذه الأدلة المادية موجودة بالفعل، يعني هذه يعني النظر في هذا الحديث سيؤدي إلى كشف وإزالة يعني كل نعم. ما يدور حول هذا من الحديث. أهم في هذا الحديث نعم. المتعلق برؤية تميم الداري. نعم، كما قلنا، لأنه قال حديثا وافق الذي كنت أحدثكم. نعم، من المستحيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بواحد من أتباعه على أنه وافق كلامه، وإنما هو يريد موافقة من الله، ولا نعم. تكون إلا رؤية برؤية. نعم، وتسميته حديث. من أهم في هذا الأمر أنه أشار إلى الدجال، إلى وجود الدجال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان مقيدا في كنيسة. نعم، في دير مكبلا. نعم، هذا يؤكد بأن طبعا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الجزيرة التي كانت هي رأس المسيحية كانت الجزيرة البريطانية، جزر بريطانية. نعم، والتي تسمي نفسها حامية الكنيسة المسيحية، يعني حماية الكنيسة أيضا. وكان ذلك زمن هو ما يسمى بزمن يعني سبات أوروبا. نعم، زمن الانحطاط. وهذا هو القيد الذي منه، والقيد هو يعني كانت الشعوب الأوروبية مقيدة نتيجة لقوانين الكنيسة، وعندما فلت القيد يعني لاحقا يعني نعم. ظهر الدجال. نعم، نتيجة لزوال سلطة الكنيسة. نعم، يعني حبت يعني لو أكملته. هذا هو البيان يعني. نعم، وطبعا إذا تابعنا ووجدنا أنه يعني ذكر لهم ما يتعلق بما سيحدث لبحيرة طبرية وما سيحدث بنخل بيسان، ولا أظن المشاهدين الآن يعلم يعني يغفلون عن أن هذه المناطق قد يعني قد استولى عليها يعني الغرب وما إلى ذلك، ويشهدون أن بحيرة طبرية أصبحت أوشك أن لا يبقى فيها ماء. طبعا هذا دليل مادي بالإضافة إلى دليل نخل بيسان. وطبعا نقول بأن بحث الدجال هو بحث يعني يحتاج الإلمام به الكثير من الوقت، ويحتاج النظر فيه، العودة إلى جميع الأحاديث طبعا، لكن نعتقد بأن ما قدمناه كان شافيا ووافيا، وكان قد وضع الخطوط والنقاط الأساسية لفهم هذا المبدأ. نتمنى على الإخوة المشاهدين إعادة النظر ومراجعة يعني الجماعة. أحب وأنا أقول نعم. يعني أن يطلعوا على الإجابة، طالما أن الدجال قد ظهر فأين الموعود؟ نعم، هذا آمل أن تكون هناك فرصة لتسجيل حلقات قادمة إن شاء الله، نستطيع أن نبرهن فيها بأنه ليس الدجال وحده قد ظهر، وإنما الإمام الموعود. نعم،
الذي يقضي على دعوته، نعم، على دعوة الدجال الآن قد ظهر. قد ظهر. بارك الله فيكم ونشكركم على حسن استماعكم، ونتمنى أن نكون قد أوصلنا الفائدة المرجوة من هذا الحوار، ونتمنى أن نلتقي بكم في حوارات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.